قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهل تشمل هذه الآية الشرك الأصغر؟ بمعنى هل يكون صاحب الشرك الأصغر تحت المشيئة، أم أنه لا يكون تحت المشيئة وإنما يدخل النار فيعذب ثم يكون مصيره إلى الجنة؟ قول الجماهير أنه لا يدخل، وأن حكمه كحكم الكبائر. وتردد شيخ الإسلام رحمه الله، فمرة يقول بقول الجمهور، ومرة يقول إنه يدخل النار ابتداء ولا يكون تحت المشيئة لكن ما آله إلى الجنة. فالقولان يتفقان على أن مصير صاحب الشرك الأصغر إلى الجنة، لكن الخلاف هل يمكن أن يغفر له بفضله عز وجل، أم أنه لا بد أن يصل النار. ومما يقوي قول شيخ الإسلام رحمه الله أن الله عز وجل قال هنا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فكلمة أن يشرك تسمى عند النحويين بأن المصدرية والفعل المضارع، والفعل المضارع مع أن المصدرية تسبكان إلى مصدر، فيكون المعنى إن الله لا يغفر إشراكا به، وإشراكا نكرة جاءت في سياق النفي لقوله لا يغفر، فلا نافية. والمقرر في علم الأصول أن النكرة في سياق النفي تعم، فيكون هذا الحكم عاما للشرك الأكبر والأصغر. ومن ثم فإن الشرك بجميع أنواعه خطر، والشرك الأصغر هو قسيم الشرك الأكبر. وبعض العلماء يقول إن الشرك الخفي قسم ثالث، ولكن الصحيح أن الشرك الخفي يدخل ضمن الشرك الأصغر.